حبيت أعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. حبيت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل جاي جايب وياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحياة والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية المتعاش وقت ما نسبناش. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسبناش. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة أواني. فقدنا اليوم رجلا مخلصا محبا للوطن راح ضحية الغدر والإرهاب. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث. أدعو أجهزة الأمن والمواطنين للوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات النيل من هذا الوطن حتى يتم القصاص العادل بإذن الله. وحشتني قوي 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 قوي. كل ده؟ لا لسه في كمان قوي قوي. وحشتني بجد. انت وحشتني اكتر. مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ولا ايه. اشكرك على مساندتك ليا في البرنامج ولا على كل حاجة انت بتعمليها. انت بتهزر. على فكرة انا بعمل كده علشان انا مقتنعة بكل حاجة انت بتعملها. متأكدة ان انت صح. طب قولي لي ان انت بتعملي كده علشان انت بابايا نور عينيا. اضحكي علي حتى جامليني. انت عارف ان انا مش بتاعت مجاملات طلعلك. ومع ذلك انت عارف انت بابايا حبيبي نور عيني بحبك وبعشقك وكل حاجة في الدنيا. طيب
أنا كنت عايزة أعزيك عشان أنكل كمال، كنت عايزك تخلي بالك من نفسك عشان خايفة عليك قوي. تخافيش حبيبتي، عمري الشقاي بعيد، طمني. طب خلاص خلينا ما نفكرش في أي حاجة دلوقتي بتزعل، نرجع لموضوع التشجيعات والمجاملات. أنت عارف مين بيشجعوي؟ مين؟ غير مصر كلها يعني. أنتي؟ ما أنا عارف. مين؟ سمية. هو أنت مش ناسي حاجة مهمة؟ فاكر، فاكر إن أنتي بنتي، مش طبعا مش ناسي، وفاكر إن أنا عندي أمامي. مش ناسي حاجة خالص؟ لا مش ناسي. على فكرة أنا عيد ميلادي بكرة. أيوة أيوة أيوة، عامل لي الحركات دي. إزاي أنسى الحكاية دي؟ حاجة عليا ما تزعليش. مشغولياتك كتير قوي يا ست الريس، الله يكون في عونك. كل سنة وأنتي طيبة. قولي لي نفسك في إيه؟ شبيكي لو بيكي هاشم بين إيديكي. عارفة أنا نفسي نفسي أجيب لك إيه؟ هدية إيدك تبقى إيه؟ إيه؟ عريس تتجوزي وتخلفوا وتجيبوا لي صبيان وبنات وعلى لعب فيهم كده واشتكم، ايه رايك؟ تبقى هديه حلوه صح؟ عريس ايه وجواز ايه؟ انا مش عايزه حاجه من دي خالص، انا عايزه حاجه اكبر من كده بكتير. اكبر من العريس؟ ايه اجيب لك ايه؟ طياره مثلا؟ مش ورق، طياره بجد. ولا طياره. انا عايزه الاول بس افكرك، انت فاكر اخر مره قضينا عيد ميلادي مع بعض كان امتى؟ من امتى؟ من سنتين. من سنتين يا مفتري. سنتين؟ مفتري. عشان كده بقى انا عايزاك المرة دي تجيب لي هدية انا نفسي فيها جدا. ايه؟ عايزاك تيجي معايا نقضي عيد ميلادي مع بعض، انت وانا ورامي وماما. مريم، عرفتي اللي حصل؟ عرفت يا بهجت. أنا وهاشم بقينا شبه بعض قوي. كل الأسلحة بقت مشروعة، ما بقاش عنده خطوط حمراء. عندنا استعداد ندوس على أي حد ونعمل أي حاجة عشان نفوز بالحرب. بابا عمر علاقته بينا ما كانت علاقة أب بأولاده، دايما كان بيتعامل معانا على إننا أصحاب. لو اتكلمت عن بابا هبقى محتاجة وقت طويل قوي عشان أتكلم عليه، مش عشان هو أبوي، لأ عشان أبقى محتارة أبتدي منين وأتكلم عن إيه بالظبط. البيت ده بيمثل لي حاجات كتير، هاشم وانا بنيناه طوبه طوبه. تقول لي يا طلعت، ما تنساش ان انت بتكلم رئيس الجمهوريه. مش ناسي يا فندم، بس اي حاجه تتعلق بمصلحه البلد من حق اتناقش فيها معاك واراجعك. مصلحه البلد؟ مصلحه البلد؟ انت زهقتني من كلمه مصلحه البلد دي. كان فين مصلحه البلد لما رئيس الجمهوريه كان بيضرب برصاص قدام كل الوزراء والمسؤولين في البلد؟ البلد بكل قوتها وهيلمها. كنت فين انت ساعتها؟ كنت لسه نايم. سبق وقلت لسعادتك ان مهمتي هي جمع المعلومات، اما التامين ده شغل التجهيزه تانية. معلومات ايه؟ انت لازم انت والجهاز بتاعك كلكم
تعلنوا ان انتوا فشلتوا. حته سكرتيره راحت ولا جت ضحكت عليكم كلكم. سجلت كل حاجه بحته تليفون قد كده وانت بتقول لي كمان معلومات. برضو انا لسه عند رايي. قرار تصفيه رئيس الوزراء ما كانش ينفع يكون قرار فردي، كان لازم نقعد مع بعض ونتناقش. محاوله اغتيالك عمليه معقده وكبيره جدا. موت كمال حرمنا من كشف ابعادها. انت عايز تقنعني ان انت مصدق ان كمال هو اللي حاول يقتلني؟ كل الادله بتقول طلعت. بلاش اللعبه دي معايا عشان احنا الاثنين فاهمين بعض كويس. انت اكتر واحد عارف ان كمال ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. كمال اجمل من انه يعمل حاجه زي كده. كمال ممكن يبعبع بكلمتين يتخانق انما يقتلها. اللي حاول يقتلني موجود واضح. مين يا ريس؟ على رايي كمال. كمال اللي حاول يقتلك هيحاول مره واثنين وثلاثه لان ريحه الدم خلاص جوعته وخلته عطشان اكتر واكتر. اللي حاول يقتلني موجود وسطينا طلعت. انا قلت لك كل اللي عندي. الكره في ملعبك دلوقتي. عليك انك انت ترص البازل وتكمل الصوره وتقدمها لي. هو ده الدور اللي انا منتظره منك. اكتر من كده مفيش. بالنسبه لتصفيه كمال هذا موضوع شخصي بيني وبينه. هو غلط وكان لازم يتاخر. كمان مش معقوله انا بقى لسه قايل ان هو رئيس للوزراء وبعدين اطلع للناس واقول لهم سوري. ده طلع خاين. ما ينفعش ابقى رئيس مغيب. لا هاشم الرئيس رئيس لدولة قوية، والدولة القوية لازم تعلن عن قوتها، لازم تصفي أي حد، أي حد يقف في طريقها. بتهيألي أنت بحكم عملك عارف الكلام ده كويس. مش محتاج أنا أفسره لك أكتر من كده. الاجتماع أنت اتفضل. البلد محتاجة في الفترة اللي جاية دي الواحد تكنوقراط إداري ناجح صاحب فكر متطور بيفكر خارج الصندوق، والأهم من ده كله إن تاريخه مشرف مفهوش ولا نقطة سودة. علشان كده أنا شايف إنك أنت أصلح واحد رئيس الوزراء. يلا بقى عشان عايز ألحق عيد ميلاد بنتي. هاي سامح. اطلع. انت عارف ان البحر بيخوفني جدا بالليل؟ غريب. عمري ما كنت اتخيل ان في حاجه في الدنيا ممكن تخوفك. ليه؟ مش بني ادم زيكم؟ الخوف ده غريزه بنتولد بيها. في حاجات بنخاف منها، في حاجات بنخاف عليها. بس انا بقى ما بخليش الخوف يسيطر عليا ابدا. على طول بقاوم. مش زي ناس الخوف بيسيطر عليهم وبيخليهم يبينوا ضعفهم. طب انت عارفه انا جيت لك هنا ليه رغم كل تهديدات هاشم؟ عشان انا كلمتك وقلت لك تعالى يا عمر. قصدك ابقى تحت حمايتك. يمكن. بس انا كمان قررت اني ما بقاش جبان. قررت اقاوم زي ما كنت بتقولي بالظبط. ويمكن أحارب
مريم، أنا مستعدة أتحمل أي نتيجة. بتخاف من الخوف؟ بتخاف من الموت يا عمر؟ الحب هو الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها، إنما الموت لا. إزاي؟ بطلع له لساني، بحاول أستمتع بكل لحظة عايشة حتى لو هسرقها. عمر، أنا قلت لك إيه قبل كده؟ أنا هعمل حاجة نشربها. طب ممكن بعد إذنك تديني الفرصة دي؟ أنا نفسي أعمل حاجة نشربها إحنا الاثنين مع بعض زي زمان. سبنا بالرمان؟ أنت لسه فاكر؟ طبعاً طبعاً. ماشي، انت بتقول ايه؟ شفت البيت رجع نور تاني ازاي؟ بكاش بكاش من يومك يا رامي. قول لي مين الناس المهمين اللي جايين النهارده؟ مش لازم تعرفي خالص. بليز. مفاجأة. لا، مين الناس المهمين اللي جايين؟ بص كده. ازيك يا سمية؟ ازيك يا هشام؟ احنا نفضل نبص لبعض كده كتير؟ على فكرة النهاردة عيد ميلادي. تسمحي لي بالرقصة دي يا سمية هنا؟
والله مش عارفه اقول لك كل سنه وانت طيبه يا ست المذيعه، ولا يا رئيس الجمعيه تلم الشمل. انت ايه اللي جابك هنا؟ بتجسسي عليا ولا ايه؟ ايه اللي خلاك تقطعي اجازتك؟ انا امرتك تبعدي عن هنا خالص. امرتني؟ انا ما حدش يامرني يا هاشم اروح فين واجي منين. وبعدين عايزني برضه افوت لحظه رومانسيه زي دي بترقص في حضن طليقتك؟ انت هنا بصفتك ايه؟ هي دي اداره شؤون البلاد اللي انت عايز تفضلها عشان كده بعتني؟ ايه؟ حنيت لي العيله اللي خدتك سبع ارض، لولايا انا كنت بقيت ولا حاجه؟ العيله المحترمه. احترمي نفسك، انت هنا في بيت سميه هانم اللي في يوم من الايام كنت بتشتغلي عندها. سميه هانم بنت الحسب والنسب اللي طول الليل قاعده من بار لبار بتسكر. سميه هانم يا عيني اللي مش عارفه تعمل ايه، تفاضل بين مين؟ حته عيل صغير وقعت بين ايديه وراحت المستشفى ببطيحه الحمد لله. ولا صاحبك كمال الله يرحمه اللي كان بيبات عندها. انت تخلصي خالص. امي دي اشرف منك مليون مره. بابا لو سمحت اطرد الست دي بره بدل ما اطردها انا. كبرت يا حبيبي وبقيت راجل، ولما انت راجل كده ما لمتش امك ليه؟ عارف ليه؟ لانه كان متجوز عرفي، كان غرقان في شهر العسل. تحب اقول لهم كنت متجوز مين؟ ايه التخاريف دي؟ بترد بتتكلم؟ ما تتعبش نفسك، هيرد يقول ايه؟ انت كنت متخيل ايه من حته عيل صايع ملوش شغله ولا مشغله، اهله مدلعينه، وانت يا اموره يلي عامله حفله وفرحانه بيها قوي وعامله عيد ميلاد؟ ما تحكي لهم على عمر. بلاش، احكي لهم انا من ساعه ما كنت بتروحي له الشقه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت شطانه؟ كلنا شياطين، مفيش حد هنا ملاك. حتى والدك العظيم اللي واقف قصادك ده اللي عنده مبادئ واخلاق، تتكلم انت ولا اتكلم انا برضه؟ كفايه بتقولي ايه؟ كفايه كده بقى، تعالي معايا. بقول لك تعالي معايا، امشي. عاوزة هاشم الرئيس، الإنسان اللي أنا حبيته واتجوزته وسبت الدنيا كلها علشانه، وفي الآخر عمل إيه؟ خاني مع واحدة صاحبته. خلاص انتهينا من الموضوع ده واتكلمنا فيه واتفقنا إننا هنبتدي صفحة جديدة. وهي دي بقى الصفحة الجديدة؟ ناوي ترجع لمراتك القديمة؟ قديمة إيه وجديدة إيه؟ إيه المشكلة إن أنا أجي هنا وأحضر عيد ميلاد بنتي؟ هنا؟ فاكرة البيت ده؟ الحتة اللي انت واقفة فيها دي كانت بدايتك، حتة سكرتيرة لو راحت ولا جت كان كل مناها ان انا اخد بالي منها. خدتك وكبرتك لدور عمرك ما كنت تحلمي بيه. يعني انت ما عملتش كل ده عشان خاطر بتحبيني؟ لا، المصلحة هي العملة الوحيدة اللي كانت بينها. النظام ما كانش عاوز واحدة زي سمية عشان عيلتها الأرستقراطية، كان عاوز بنت عادية، بنت من عامة الشعب، عشان يقول للثورة إن كانت وعاءات أهدافها، والهرم اتقلب حتى جوه القصر. عشان كده كان لازم أتخلص من سمية وأتجوز واحدة زيك. يعني أنت كل الأيام اللي عشتها معايا دي كانت تمثيل في تمثيل. بس مش قادر أكتر من كده، مش قادر أسكت أكتر من كده. بتعايريني بعلاقتي بصاحبتك؟ تقدري تقولي لي عمر كان بيعمل عندك إيه؟ ولا أنت فاكراني إن أنا نايم على وداني؟ لا، فوقي واصحي يا بنت رجب، رجب الوقات. خلصت كلامك ولا عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ كلمة أخيرة، أنا مصبرني عليكي حاجة واحدة بس، الانتخابات اللي جاية. عشان كده انا هصبر لغايه لما الانتخابات تعدي، وبعد كده الفيلم ده هيخلص ودورك هينتهي.
مادام بقى جبت كل اللي في قلبك وجبت كمان سرير جيهان، انا كمان عندي كلمه اخيره ليك. عارف جيهان كانت متجوزه مين؟ كانت متجوزه محروس ابنك. جيب في وقته. تسلم عينيك. اعمل لك مساج حبيبي. يا ريت يا ريت. لحقت لحقت حياتي حياتي. ايوه. كان قلبي حاسس ان ايديه ملغوصه في الموضوع ده. سوي الواد سامح ده. بس محتاجاله. محتاجاله؟ والصور دي هتنفعني جدا في التفاهم معاه. مالي كمان؟ مالي؟ شكلك مش عاجبني. مش وشك الحلو ده. لا عادي مفيش حاجه. طب لو في حاجة وشايلها في قلبك يبقى قوليلي. أنا أبوك يا مريم، واللي بينا مش قليل. ولازم يا بت لازم تعرفي إن حضني مفتوح لك. ده إيه الحلاوة دي؟ ده إحنا ولا كأننا عايشين في عصر الرياسة. بس بصراحة لايق عليك. صبرت ونقلت يا ابن نعمان. اقعد يا راجل. اسمعي يا عم راجل يا واد. لا عم راجل مين بالشكل؟ قول دكتور راجل، بروفيسور راجل. بقول لك ايه؟ انت لو جاي عشان تشوف منال، منال كويسه. ممكن اخليك تشوفها. لا منال ايه؟ منال انا مطمن عليها ما دام عايشه مع ابن اخويا حبيبي. انا جاي عشانك انت. عشان انا؟ اشمعنى؟ الهانم عايزاك. هانم مين؟ هو في غير هانم واحدة في البلد دي؟ مريم. تعال عندي عصير قصب طازة بس من غير زعزية. من غير ايه؟ زعزية. ما كفاية خوازيق بقى يا عمي. اخص عليك يا سامح، اخص. بقى انا هخزوقك برضو؟ وانا هتدخل في موضوع يضرك؟ قصر العلاج ابو جيب من الاخر،
ما انا اتكلمت. الهانم عايزك. قلت ايه؟ عايزاني ليه؟ وبعدين لو عايزاني تنور اديك شايف اقول القصر يكفي الف. وبعدين هي ما بتتوصلش. ما هي كل يوم والتاني طب علينا. عايزاك ليه؟ دي هتعرفه بقى لما تقابلها. الحاجة التانية اللي أنا أعرفها إنها مش ممكن تيجي لك هنا. أقول لك ليه؟ عشان القصر ده بصراحة ريحته فاحت. أصحابه مرتوطين. خد بالك. شيخ فؤاد والله زمان. هو إيه اللي والله زمان؟ أنت هتستعبط عليا ولا إيه؟ إيه؟ يعني فريد ما فطمكش على كل حاجة؟ مش عايزين تلقيح بكلامه النبي. احنا عايزين نتكلم في المهم. احنا جايين هنا عشان نتفق اتفاق. ده احنا التلاتة؟ اتفاق ايه ده؟ احنا التلاتة مصلحتنا واحدة. انت عايز توصل وهو عايز يرجع وانا عايز احكم. تحكمي مرة واحدة؟ كتير عليا. بصي يا مريم مش هضحك عليكي. انا كنت مستني المقابلة دي وكنت عارف انها هتحصل. بس بصراحة يعني كنتش عارف ان الشيخ فؤاد هيبقى موجود. هو الشيخ فؤاد بقى هديتي ليك. تعرف تقول لي هتحكم الناس اللي معاك ازاي؟ هتقنعهم ازاي انك بديل للشيخ فريد؟ والله دي مش مشكلتي. لما فريد هيخرج هيقنعهم هو. هو في ايه؟ انا كنت فاكر ان القعده دي هتبقى عشان نخرج فريد من السجن. فريد حسن مش هيخرج من السجن. خصوصا بعد موت كمال. هيلبسوها له. امال احنا جايين ليه؟ عشان نشوف هنستفيد ازاي من فريد حسان وموت كمال. مش فاهم. فريد حسان خلاص كارت اتحرق. حتى الناس اللي تحمقوا له قوي ونزلوا الشارع طلعوا ونزلوا على مفيش. ايوه يعني ايه المطلوب؟ المواشي لما بتعيا بيعملوا فيها ايه؟ بيذبحوه. ها؟ عشان يستفيدوا من لحمها بدل ما تموت في طيس. يا نهار اسود. جزأت الفريد حسان بعد كل اللي عمله معايا. انت هتصير عليا يا سامح. انت طول عمرك واطي ووسخ. طب سامح لسه جديد علينا، وافد جديد يعني. شوف يا استاذ سامح، احنا ممكن نضحي باي حد واي عدد عشان القضيه وعشان المصلحه. هاشم طلع قال القصاص وانتوا عايزين تلبسوا موت فريد لهاشم. يا ولاد اللعيبه. حلو. طب ما تقولي كده من الاول، يعني انت من الاخر عايزه تكسري هاشم وكل حاجه ترجع زي ما كانت. وعلى فكره انا ما بنساش اللي وقف جنبي وساعدني. طبعا بقى انت هتبقى الكبير اللي في الحزب، تحكم وتتحكم وتغير الاداره وشويه من عندكم على شويه من عندنا وتمشي. طب الدكتور مات والناس نزلوا الشارع، طب ما هيعملوا زي ما انت بتقولي، هيسخنوا شويه وينزلوا على ما فيش. الا اذا كان في دم؟ هيلبسوها للداخليه، يوقفوا كام ظابط وخلصت الليل. لا لا لا، احنا بلد قديمه ليها عادات وتقاليد موروثه. اذا تعثرت دابه في اقصى الارض يسال عنها امير المؤمنين. وده الشغل اللي احنا نشتغل عليه بقى. جرايه يا سامح، هي الشيخه امال ما ادتكش دروس ولا ايه؟ لا الحاجة تخصص نسوان. ما تحترم نفسك. انت ناسي ان امي؟ انا عايزك تديني تمام. ماشي. بس خلصيني بقى من امك واختك عشان بصراحة بقوا عبء عليا. والبيت اختك مصدعاني بجوزها ده، ما ترجعيها لها وخلينا نخلص. جوزها دي تنساها خالص. طب العيال في بطنها؟ هو ده اللي هكلمك عليه دلوقتي. عشان تخلصني منه. والليلادي. صحيح. واحنا لينا قعدة تانية عشان العيال الصيع بتوع خيل الظل. تقفلي الموضوع ده يا سامح.
عن إذنكم. دماغ تستاهل تحكم فعلا، بس لو ما كانتش واحدة ست. تفضل يا فندم، واتمنى اكون عند حسن ظن سيادتك. اكيد. المهم بعد كده تنفذ كل التعليمات اللي قلت لك عليها. طبعا يا فندم طبعا، انا بنفذ كل حاجه بتقول عليها، بس بعد اذنك عندي سؤال. ممكن عمر، مش مطلوب منك دلوقتي اكتر من انك تنفذ اللي اتفقنا عليه. حاضر يا فندم، حاضر. كنت فاكر انك هتضحكي علينا بالسهولة. احنا بس كنا عايزين نعرف كل اللي وراكي. انا سبتك لحد ما تجيبي اخر الخيط. والله العظيم انا عملت كده من خوفي. انا ما خبيتش عليكم اي حاجه، وصلتكم لكل حاجه اعرفها. وانا بقدم لك جزيل الشكر على تعاونك معنا. بس انا اعرف حاجات كتير قوي وممكن اعرفها لكم. لا ما تتعبيش نفسك، اللي انت تعرفيه أنا عارف. اشربي وهدي نفسك. انت بالنسبة للعالم اللي بره ميتة، ومفيش ميت بيصحى. احنا مش عايزين الناس تؤمن بالاساطير والخرافات والكلام الفارغ ده، احنا مش ناقصين. عشان كده هتفضلي هنا باقي عمرك. مفيش مخلوق هيعرف مكانك ولا هيقدر يوصلك، فحاولي تتعودي على كده. انت مش هتتعاملي مع اي حد غير مع الحارس اللي هيجيب لك الاكل. هو ده اللي هتشوفيه بس بقى. وحتى مش هتعرفي تتكلمي معاه، لانك لو اتكلمتي مش هيرد عليك. لكن قدامك الاختيار انك تتخلصي من كل ده بدري، لانه في النهايه النتيجه واحده واحده. Oh, my God.
حصل. بس اللي